واجي نوجدو انصامبل دي ليغوم سوتي في الثيرموميكس باسهل طريقه. اول حاجه قلبت هكا في ريغيرش على فير سوتي ان ميلونج دو ليغوم كتجي على هذا الشكل. اول خطوه كتبداو بها هي كديروا الزيت، تقدروا انكم ديروا زيت نباتيه او كذلك حتى زيت الزيتون. انا ديجا ضفت الزيت وغادي نزيدو 200 غرام ديال الفلفل اللي يكون هكا مقطع دي لانيغ ولا قطع هكا طويله. وفوالا ضفت الفلفل على الزيت. ندير دابا لو كوفيركل وغادي نكمل سويفون. غادي نجي دابا غادي ندير هذا لو كوفيركل اونتي بروجيكسيون اللي هو مضاد ديال التطاير. غادي ندير هكا تيرميني. ودابا غادي تاكتيفا اوتوماتيكمون لو مود او تمبيراتور. هذا ما كتقدروش تلقاو هكا ديريكتومون، كيكون هكا غير فهاد الوصفات ديال فيغ سوتي وكيجي حقاش كيخصو يكون واحد المقادير مضبوطه. كنخليه دابا هكا كتشحر هذيك الفلفله ديالي او كتهبط. وعلاش كيدير هذا؟ حقاش هو كيقدر انه مثلا يطير شويه ديال الزيت ولا شي حاجه. دونك هذا ماشي بحال الكوبل دوزور، ما كتقدروش انكم تحيدوه ملي كيكون كيطيب. دونك من اجل السلامه ديالكم اكيد كيكون احسن. من بعد ما كيزالي كتجيو غير كتضغطوا هكا على سويفون. خصكم تزيدوا دابا هكا الزيت. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتخرج ديك الفلفله. كتضيفوا من بعد البصل فوالا، وكتزيدوا كذلك حتى الخيزو فوالا. وبالنسبه لي انا في هذه المرحله غادي نضيف كذلك حتى الشامبينيون طري فوالا. وكتجيو كديروا هكا سويفون. اكيد كتجيو هكا كتسدوا الثيرموميكس ديالكم وكديروا كذلك حتى الكوفيركل اونتي بروجيكسيون تيرميني. كنضغطو غير بحال هكا ودابا غادي يشحرنا ديك البصيله كذلك مع داك الخيزو ونكملو الطياب ديال الفلفل. وفوالا اون فوا كيسالي راه كيبدا كيصوني ليكم. دونك هنايا كتقدرو نتوما دابا راه كيف لاحظتو راه ما درنا حتى شي حاجه، ما درت لا ملحه لا ابزار لا حتى شي اعشاب موسمه. دونك دابا عاد غادي تقدرو تزيدو مثلا شويه الملحه شويه ديال الابزار، ديرو مثلا لي زارب دو بروفونس داك الاعشاب موسمه، ولا كذلك حتى داك الميلونج مكسيكان حتى هو كيجي فيهم زوين بزاف. وها هي الغديوه ديالكم واجده، تقدرو ترافقوها كما شويه ديال الحوت ولا مثلا دي بروشيت ولا اي حاجه. وفوالا مع الثيرموميكس وباسهل طريقه وجدت لانش بوكس ديالي. جوج هكا ديال لي لانش بوكس، فيها الزعلوك، فيها كذلك حتى لي ليغوم سوتي. هنايا الطريفات ديال الصمون درتهم انا غير في الاير فراير مع شويه ديال الكروفيت. غدا صحي متوازن، واهم حاجه عارفين شنو مطيبين فيه بدون ادنى مجهود.